حياكم الله مشاهدينا الكرام في فقرة بوصلة اللي راح تأخذكم لمختلف الأماكن والاتجاهات. بوصلتنا اليوم باتجاه الغرب، تحديدا في نيابة شهب صعيب في ولاية رخيوت. خليكم معنا. طبعا مسارنا لليوم راح يكون بقيادة الدكتور أحمد المشيخي. دكتور، كم مسافة المسافة تقريبا من هنا إلى العين وشلال 3 كيلو، متوسط بسيط إلى متوسط في بعض الأماكن. يفضل دائما الاستعداد، لبس الأحذية واقية وزينة، والعصا في اليد، ولبس ملابس الواقية من البعوض، واستمتعوا بالدرب. بسم الله. يتميز المسار بتنوع كبير في النباتات والأعشاب. من هذه النباتات الدكتور أحمد يعني أعطانا كذا معلومة مفيدة جدا، بالذات في هذه الأماكن القبلية. هذه نبتة الهدم، لا أذكر بالضبط اسمها في العربي وحتى في الجنوبي، تنتشر كثير في الأحراش وفي المناطق. تستطيع تفركها بهذه الطريقة، تطلع لك مادة على شكل حنة، ممكن تفرك فيها، تدهن فيها، تكون طارد للحشرات، وطارد للحشرات خاصة العيون. دكتور، يعني أنا لاحظت الطريق جدا وعر، آلية نقلكم للأدوات أثناء عملية الترميم كيف كانت المعدات كلها، المكاين الكهرباء والمكاين الحفر والمعدات الثانية، كانت كلها على ظهور المشاركين في المبادرة، جزاهم الله خير. سابقا هذا الطريق كان سالك للحيوانات وكان سالك للركاب، حتى الجمال كانت تحمل على ظهورها المياه من البئر نفسها طالع، فكان طريق سالك حتى للجمال، سبحان الله، المحملة بقرب الماء. بعد قطع مسافة تقريبا 1.5 كيلو وصلنا الآن إلى مكان العين، عين روب وشلالات عين روب. خلونا نكمل ونشوف منبع العين. وصلنا الآن إلى منبع عين روب برفقة الدكتور أحمد المشيخي. دكتور أحمد، تاريخ هذه العين ومكانتها في المنطقة؟ هذا منبع الأساسي لعين روب. تعتبر عين روب مصدر أساسي للمياه ما قبل 70، وهي لليوم لازالت مصدر أساسي للمياه. كانت يورد لها الناس والحيوانات من غرب منطقة الجرون إلى شرق وادي تنزحور، فكانت هي المورد الأساسي للمياه، خاصة في بسول الجبال حينما تنضب كل عيون المائية في المنطقة. داخل تقريبا في حدود 29 متر للداخل المنبع، ممكن 31 شخص فرد يجلسوا داخل ويغرفوا المياه من حوض إلى حوض إلى حوض، لكي توصل المياه إلى الأحواض الموجودة خارجية لكي تورد الحيوانات منها. في هذه السنة تم ترميم الطريق إلى العين بعد ما كون الطريق كله تمرد، وتم أيضا بتنظيف حوض الماء الذي أصبح واحد من الأحواض المائية المشهورة هذه السنة في خريف الغار. قام بهذا العمل فريق رخيوت الخيري بالتعاون مع مجموعة الفرق التطوعية من محافظة الغار، وكذلك مكتب والي رخيوت وهيئة البيئة بمحافظة الغار وسكان وأهالي المنطقة. إلى هنا مشاهدينا الكرام تكون خلصت مغامرتنا في هذا المكان الجميل. نلقاكم في أماكن أخرى ومواقع جديدة تحددها لنا البوصلة. مع السلامة.